بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. النهاردة حلقة مهمة هنتكلم فيها عن موضوع مهم، وهو ضعف العضلات اللي بتضعف مع التقدم في السن. ده موضوع كلنا بنعاني منه. هنعرف في الفيديو ده أهمية تقوية العضلات، اختبارات بسيطة نعملها علشان نعرف عضلاتنا قد إيه ضعيفة، وهل هي محتاجة تقوية ولا لأ، ايه الحاجات الطبيعية والمكملات الغذائية، وحتى الأدوية اللي مفروض ان احنا ناخدها او ناخد بعضها على اساس ان احنا نقوي من عضلاتنا. فايه هو خطر ضعف العضلات؟ عموما ضعف العضلات ده يعني يصيب الجسم بأمراض كتيرة جدا، امراض في العظام، امراض في الذاكرة، امراض المزمنة، امراض القلب، القابلية للوقوع أو السقوط أثناء مثلا الاستحمام، أثناء عدم القدرة على صعود السلالم، عدم القدرة على أداء النشاطات. يعني العملية كلها مرتبطة ارتباط كبير جدا بعضلات الجسم. فزي ما عودناكم احنا دايما القناة بتاعتنا بنجيب أبحاث علمية، فالبحث بتاعنا النهاردة بيتكلم إلى جانب الحاجات اللي قلت هنتكلم عنها، بيقول إن الكتلة العضلية مش بالحجم بس، لأن ممكن يكون حجم عضلاتك باين إن هو كبير، زي مثلا عضلة الفخذ باينة إن هي كبير، ولكن الوضع ده ما هواش دليل على إن هي قوية. ممكن تكون العضلة دي مليئة بالدهون، اسمها مايوستيتوزيس، يعني إيه؟ انتشار أو تداخل الدهون جوه العضلة، فتبقى العضلة حجمها ضخم ولكن مدهننة فيها دهون بتخليها ضعيفة. فاحنا ممكن نشوف واحد نقول والله ده عضلاته كبيرة، عضلاته ضخمة والكلام ده، وتلاقيه ضعيف. وممكن لو دخل في منافسة مع واحد أرفع منه بكتير جدا ولكن عضلاته قوية، عضلاته ما فيهاش دهون صافية، يعني تبص تلاقيه يغلبه ويهزمه. ونشوفها في المباريات كتير جدا، نلاقي ناس ضخام قوي يتغلبوا من ناس أقل منهم في الحجم لكنهم أقوى منهم في القوة العضلية الحقيقية. فالبحث ده بقى حاطط مقاييس وحاجات دي، لو بيتكلم على المقاييس اللي نقدر نقيس بيها قوة العضلات دي. فإيه هي بقى الحاجات البسيطة اللي احنا ممكن نعملها ونعرف بيها إن عضلاتنا ضعيفة؟ أول حاجة عندنا حاجة اسمها اختبار قوة القبضة، الجريب سترينس، قوة قبضة إيدين. ففي جهاز طبعا بيقيس القوة ويطلع لك أرقام، لكن أنت مثلا حاول تفتح برطمان مغلق، برطمان مربى أو برطمان حاجة، حاول تفتح البرطمان واللي مغلق ده بقوة وشوف نفسك هتقدر تفتحه ولا لا. الجماعة الشباب بيقدروا يفتحوه على طول، لكن الكبار بيبقى صعب قوي عليهم. فضعف قبضة إيدك ده بيشير إلى ضعف عضلات الجسم كلها، وكان في بحث يعني انا قريته ان مقياس القبض ده وقوه القبض ده بيشير الى العمر البيولوجي، يعني ممكن من قوه قبضتك يعرفوا سنك الحقيقي، سنك البيولوجي مش سن البطاقه. اتكلمنا عن سن البيولوجي ده في حلقات قبل كده. تاني اختبار عندنا اختبار النهوض من الكرسي، يقول لك هات كرسي من غير مسند عشان ما تسندش عليه، مسند للذراعين، كرسي اللي هو القرصه ده الصغير ده. وفي خلال يعني قوم وقعد عليه 5 مرات، تمام؟ الموضوع بسرعة أسرع ما تستطيع، تقوم وتقعد أسرع ما تستطيع. إذا الموضوع 5 مرات دول أخذ منك أكتر من 12 ثانية يبقى عندك ضعف في عضلات الساقين. 5 مرات ياخدوا أقل من 12 ثانية. تالت اختبار عندنا اختبار المشي لمدة 6 دقايق. إذا قدرت تمشي بماشية معتدلة، مش ماشية لا بتجري ولا ماشي بالراحة، ماشية معتدلة اللي هي بتمد، عندنا بيقول لك تمشي بتمد لمدة 6 دقايق من غير ما تحس بتعب، ده يبقى عندك إيه؟ العضلات كويسة. لو حسيت بتعب يبقى عندك ضعف في العضلات. رابع اختبار عندنا اختبار الوقوف على ساق واحدة، الوقوف على رجل واحدة، وده مهم جدا. تقف على رجل واحدة من غير ما يكون جنبك حاجة تسند عليها لمدة 10 ثواني من غير ما تمسك في أي حاجة. فإذا حسيت بخلل في توازنك قبل 10 ثواني دول ما يعدوا وإنك أنت هتقع والكلام ده، ده بيشير إلى ضعف العضلات بتاعة الجزء السفلي منك، يعني عضلات الرجلين. خامس حاجة اختبار صعود السلم،
حاول تصعد 10 درجات من السلم بوتيرة عادية، يعني ورا بعضهم على طول، ما توقفش. فإذا لقيت نفسك عندك صعوبة وتحس بالإرهاق وتعبان مش قادر تكمل، ده دليل على ضعف العضلات عندك. سادس حاجة، اختبار رفع الذراعين. هات إزازة مية، زجاجة مية 1 لتر أو 2 لتر، وامسكها يعني في ايديك الاثنين، ومد ايديك الاثنين بحيث يبقوا زاوية قايمة، افردهم على الاخر تمام 90 درجة مع جسمك، وافضل فارد ايديك الاثنين وفيهم ازازة المية دي لمدة 30 ثانية، نص دقيقة. اذا حسيت ان الموضوع صعب ومش قادر تكمل ال 30 ثانية دول، يبقى عضلاتك الجزء العلوي ضعيفة. فالست اختبارات دول يا جماعة يدلوك قد ايه عضلات الجزء العلوي وعضلات الجزء السفلي ضعيف. اذا كانت كده يا باشا، تعال بقى كمل معانا ازاي ايه انك انت تاخد ايه وتعمل ايه علشان انك انت تقلل من قوه من تدهور عضلاتك مع الزمن. وموضوع تدهور العضلات ده بيحصل، لان ثبت علميا ان في على الاقل مع الناس اللي حتى بتحافظ على عضلاتها، في 1% من القوة العضلية لجسم الانسان بتقل سنويا، كل سنة في 1% بينزل من كتلة العضلات ويبدأ يعرضك للامراض المزمنة. فاول حاجة عندنا بقى في العلاج او في الحاجات اللي خدها، البروتينات والاحماض الامينية. تاكل كمية معتدلة، كمية كويسة من البروتين عشان تحافظ على عضلاتك. تمام. في جماعه نباتيين والحاجات دي، ده بيبقوا ايه، بيبقى صعب عندهم شويه. تاكل لحوم، تقلل الدهن اللي فيها شويه، تاكل سمك، تاكل بيض، تاكل بقوليات، تجمع بين كل الحاجات دي علشان ايه، انك انت يعني الجسم لما بيلاقيش بروتين بيحرق البروتين بتاع العضلات علشان ايه، يستفيد منه. فده ايه، دي مشكله كبيره. تاني حاجة الكرياتين، في مكمل كده اسمه الكرياتين، ومكملات الكرياتين دي موجودة في بعض البلاد، ودي بتزود قوة العضلات عند كبار السن وبتعزز الأداء الحركي بتاعتهم. في بدلها احنا عندنا حاجة في مصر وفي الدول العربية اسمها الكارنتين. روح الصيدلية تقول له الكارنتين، أو ال كده ألف لام كارنتين، كاف ألف ره نون ته نون، الكارنتين ده برضو بيعزز، وله حاجات كتير، مميزات كتيرة قوي، واتكلمت عنه في حلقة لوحدها، ارجع لها، عن ميزات يعني الانتي ايجينج بتاع مضاد الشيخوخة، تأثير مضاد الشيخوخة للكارنتين. تالت حاجة عندنا بقى احماض اوميجا 3، اوميجا 3 زيت اوميجا 3 تمام. لسه كنت عامل عنه حلقة من كام يوم، ان عملوا دراسة، جابوا جماعة كبار في السن، ده متوسط عمرهم في 70، وقعدوا 3 سنين ياخدوا كل يوم كبسولة 1 جرام كبسولة الزيت دي بتاعت الأوميجا 3، ولقوا إن المجموعة اللي خدت أوميجا 3 لمدة 3 سنين حصل تحسن في عمرهم البيولوجي بما يقارب أكتر من 10%، يعني كان من 3 لـ4 أشهر حاجة زي كده، أحسن من المجموعة اللي ما كانتش بتاخد أوميجا 3. فهو كمان أهو ميزة لأوميجا 3 إنها بتحسن من قوة العضلات. غذاء ملكات النحل، الرويال جيلي ده رابع حاجة، غذاء ملكات النحل. وده الغذاء ده طبعا كلنا عارفين إن مليء بالمكونات وبالأسرار، وبيؤدي لتعافي العضلات، ويقلل الإجهاد التأكسدي، وبيقلل الالتهابات اللي فيها، وبالتالي بيحسن من أداء العضلات وبيحسن من قوتها. بعد كده بقى في ايه، دي الحاجات المكملات، احنا لسه بقى هنخش في التقيل بقى كل شوية يعني مع الحلقة. فعندنا بقى تمارين، طبعا تمارين لا غنى عن التمارين، حتى لو خدت ايه لازم يبقى عندك تمارين رياضية. ففي تمارين اسمها تمارين مقاومة. يعني ايه تمارين مقاومة؟ يعني انت ما بتجريش فيها وما بتمشيش، يعني ترفع اوزان، تجيب اوزان بقى خفيفة كده، ازازة مية 1 لتر، او تستخدم بقى حاجات تشدها كده، مطاط بتاع مش عارف ايه، تقعم وتقعد وانت شايل البتاع دي على قد ما تقدر. التمارين بقى اللي هي ايه، تقوي عضلاتك. كل واحد بقى ايه، تروح تشوف فيديوهات يوتيوب بيقولوا على التمارين، الحاجات اللي هي تقوية العضلات دي تمارين اسمها تمارين مقاومة.
في بقى تمارين اللي هي الهوائية ايروبيك دي، والمشي تاخد لك كل يوم مشي مثلا تلت ساعة نص ساعة مشي، كل ما تقدر تمشي ده تبقى ايه، يبقى كويس. تحاول تطلع السلم ولو دور واحد، لو مثلا انت قدامك دور واحد بس ما تستخدمش اللي هو المصعد، تمام، تطلعوا على يعني تطلعوا بدون مصعد. بعد كده في بقى تالت حاجة تمارين التوازن والمرونة، ودي اللي هي بتساعد في استقرار الجسم وتقليل خطر السقوط. ديت ما يعني ايه، احنا بيقول لك اليوجا والحاجات دي، احنا ايه، ما تقف لك على رجل واحدة وتقف متشقلب والحاجات دي، احنا ايه ما بنعرفش نعملها احنا في العالم بتاعنا، ومش ما بنفضلهاش الحاجات ديت. يعني الفيتامينات بقى نيجي بقى لايه موضوع الحاجات بقى، هنخش بقى في الفيتامينات. الفيتامينات اول حاجه انت عارفها فيتامين د اللي هو فيتامين دي، دي 3 بتاع، وتاخد معاه كالسيوم بقى، وتاخد ايه ده بتاع الشمس، او تقعد في الشمس احسن، تتمشى كده نص ساعه ده يكون في الشمس، فده يديك ايه فيتامين د كويس قوي قوي. ما كانش خد فيتامين د 5000 وحده كل يوم، وده تمام قوي عشان برضو بيحسن المناعه بقى ويقلل التدهور العضلي وكل حاجه. علاج هرموني، علاج هرموني، ودي بقى بأمر الطبيب يا ريس، ده بأمر الطبيب، ما ينفعش تاخد علاج هرموني بأمر إلا بأمر الدكتور. دي بيديها في الحالات اللي بيلاقي إن المريض محتاجها فعلا، وإن الكلام اللي إحنا قلنا عليه ده كلام بطيء وعاوز وقت، والدنيا خربت خلاص، والمريض هتركبه الأمراض المزمنة، والدنيا أو هو عجوز يعني قوي، فعاوز يعني يدي بقى جرعة تطلعه فوق الترابيزة مرة واحدة. فالعلاج الهرموني ده بيبقى تستوستيرون اللي هو هرمون الذكورة ومشتقاته، هرمون الذكورة ومشتقاته. بيدوه طبعا، له اعراض جانبيه، له ميزات كتير، ما تاخدش طبعا الا للذكور، فده هرمون التستوستيرون، تمام، معروف، وبنتكلم عنه له تاثيرات كتير، هنتكلم عنه في حلقات ان شاء الله، بس لو وصفه لك الدكتور اعرف انه هو ضروري. تاني هرمون اسمه هرمون النمو، جروس هرمون. هتقول لي هرمون النمو اللي بيطول ده عند العيال الصغيره؟ اقول لك اه، ما هو عند الكبار ما بيطولش، بس هو شفت انت العيل كده اول ما يبدا يكبر يبلغ في السن كده، وتلاقيه بقى في ثانوي كده وصوته جحش وبقى زي البغل، تلاقي الواد كل سنه عمال يضرب طول ويضرب عضلات وبتاع. احنا الكبار بقى في السن ما بيطولوش، تمام، ده بتلاقي العضلات بتاعتهم تنفش كده وتبقى قويه، بس برضه هرمون النمو له معايير كبيرة لازم يكون تحت إشراف طبي. فالدكاترة ساعات بيدمجوا بين الاتنين، وأنا كنت بتكلم عن بحث عملوا الحكاية دي، جربوها على 9 أشخاص، ادوهم هرمون النمو وادوهم حاجة اسمها الدهية اللي هي بتتحول جوه الجسم للتستوستيرون، وادوا معاهم جلوكوفاج علشان يتلافوا الخطر بتاع التستوستيرون ده على الخصية، لأنه بينشط الخصية قوي، فعند الجماعة الكبار ممكن يعمل لا قدر الله سرطان في الخصية. ادوهم الكلام ده لمدة سنة، لقوا إن عمرهم البيولوجي نقص 2 سنين عن طبيعي. بنتكلم في العمر البيولوجي، البحث موجود، يمكن كان تالت أو رابع فيديو أعمله لما فتحت القناة دي. رجعوا بعضهم شعره أسود تاني، كانوا جماعة وجيز وشعرهم أبيض، بعضهم 3 منهم 9 شعرهم رجع أسود. وزوجاتهم طبعا كانت مبسوطه قوي، لان طبعا هرمون الذكوره وهرمون النمو رجعوهم ذاكرين يعني شباب بقى في سن 19 سنه. طبعا بعد ما توقيف العلاج كل حاجه بترجع تاني ايه تتدهور يعني. بعد كده بقى يعني احنا قلنا فيتامين د مع الكالسيوم والعلاج الهرموني، وبعد كده بقى في مضادات الالتهاب الطبيعي، لان اتكلمنا عن انفلاميجنج، كل حلقه هتلاقيني بتكلم عن الانفلاميجنج، التهاب الشيخوخه، التهاب المزمن اللي بيمشي بيزيد مع الوقت. ففي حاجات طبيعيه ربنا خلقها مضاده للالتهاب، زي ما خلق عندك التهاب مزمن ماشي، ده غير التهاب المفاصل ووجع الرقبه ووجع الظهر، ده الحاجات اللي بتيجي دي،
لا لا، ده التهاب كده في الجسم كله انت ما تحسش بيه، تمام؟ بس هو ده اللي بيخليك انت تعجز ونظرك يضعف وشعرك يبيض وجلد الواحد يكرمش، هو ده بتاع الشيخوخة يعني. فزي ما ربنا خلق ده، خلق حاجات تقلل من تأثيره، حاجة اسمها كوركومين. تسمعوا عن الكوركومين؟ مشهور قوي الكوركومين، والراجل اللي كان بيتكلم عن الكوركومين وبيبيع الكوركومين وسجنوه والكلام ده. ففي الكوركومين، خده بقى من العطار، اوعى حد يقول لك الكوركومين من عندي انا بس، مش من خده كبسول والكلام ده، تجيبه من العطار وتجيب معاه شويه فلفل اسود تخلطهم عليه كده تبقى انت تمام. تاخد لك نص معلقه صغيره في اليوم كده يبقى انت بتاخد الكوركومين الصح. ما تروحش بقى تجيب مكملات كوركومين ولا كباسيل ولا حد يضحك عليك في الحكايه دي خالص. ده مضاد للالتهاب المزمن، ده طبيعي، فبيحسن من قوة العضلات. طبعا كل حاجة دي تدريجيا، مش حاجة هتاخدها تقول العضلات اتنفشت تاني يوم. في بقى نمط حياة بقى بيحسن من أداء العضلة، النوم الكافي. تمام، لك واتكلمنا في كذا حلقة عن موضوع النوم، وإن النوم يكون طبيعي يكون من 6 ل 8 ساعات، أو في ناس تقول لك من 7 ل 9 ساعات. فده النوم الطبيعي ده بيحافظ على قوة، من ضمن الحاجات اللي بيعملها ومفيدة يعني الحفاظ على القوة العضلية في الجسم. ترطيب الجسم، تشرب ميه. معروف ان عضلات الانسان 75% منها ميه، فكل ما تعرضت للجفاف في اعضاء كامله ممكن تبوظ في الجسم، ومنها ان العضلات تضعف. تقليل التوتر، وطبعا عشان احنا نقلل التوتر في عصرنا ده احنا بنزود النوم، ننام كويس عشان ايه التوتر، ويزيد الاسترخاء ويقل التوتر بتاعتنا. فيعني ديت ايه ملخص كده للحاجات. يبقى عندنا التغذيه جيده، زيادة تناول البروتين وأوميجا 3، تمارين، المشي، المقاومة بتاعة المقاومة، بعض المكملات، ممكن علاج هرموني لو الحالة تستحق. وده اللي عندنا النهاردة، وإلى لقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.